نبقى في العراق، حيث أعلن مصدر أمني أن القوات العسكرية التابعة لقيادة عملية الأنبار بدأت في التقدم نحو منطقة أبو فراج شمالي الرمادي استعدادا للدخول بعمق المدينة من المحور الشمالي. وكانت القوات العراقية قد أعلنت أمس أنها دخلت مركز مدينة الرمادي بعد عبورها جسر أبو فراج الاستراتيجي شمالي المدينة. وقال قائد شرطة الأنبار أن القوات العراقية تتقدم بحذر وببطء في الرمادي بسبب كثافة العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم الدولة الإسلامية هناك. من جهة أخرى، قتل 5 عناصر من قوات البشمركة جراء قصف بقذائف هون أطلقها تنظيم الدولة الإسلامية على نقطة تفتيش لهم في محور منطقة سد الموصل شمالي الموصل.